اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، الفقره الاخيره، فقره التحكيم وماذا كان دور الحكام في مباراه اليوم. كابتن ايمن دجيش هيحلل لنا النهارده اداء طاقم التحكيم في هذه المباراه. ازيك كابتن ايمن؟ ازيك كابتن اسلام؟ حضرتك ليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. طاقم التحكيم النهارده كان عندنا طبعا حكم محمد عباس مايو، وكان معاه مساعد اول شريف التباع، مساعد ثاني عمر فتحي، الحكم الرابع كابتن احمد العدوي. الحقيقه محمد عباس حكم في الدوري الممتاز قبل كده، يمكن بس هو اول لقاء جماهير يعني لفرقه جماهيريه، اول يعني الناس شافته النهارده يعتبر يعني، انما هو لعب في الممتاز قبل كده. حكم كان من افضل الحكام الموسم الصاعدين الموسم اللي فات، ادى اداء كويس. اللجنه بتدفع بيه طبعا، لان هو المفترض في الفتره الجايه يبقى ليه تواجد وسط المجموعه اللي موجوده يعني. هو شكله حلو وستايله حلو. حكم هو كان لعيب كوره كابتن اسلام، لعب كوره لغايه مستوى عالي وما شاء الله عليه يعني، حكم كويس. وهنقول في التحليل هيظهر معانا نجاحه ازاي في طيب. في البلوجر هنبتدي مع بعض الحالات على طول. اتفضل على الحالات يا سمير. اتفضل ابتدي معانا الحاله الاولى. طبعا دي اختبارات ركلات الجزاء. طبعا دي الحاله الاولى، الكره اهي جت في ايد ايمن اشرف. انا عايز اقول هنا كابتن اسلام يعني باختصار، اللعيب هنا الفرق طبعا، ما فيش لعيب بيجري وايده جنبه يعني، الايد لازقه في الجسم. طبعا هو ايمن كمل حركه، يمكن اللعبه دي لو اللعيب في الثبات ممكن نقول انها طالعه، هي مش طالعه، هو بيجري جري طبيعي. ايمن بيجري وبيحاول لو وقف كده ايمن بيحاول يتفاداها. بالظبط كده. فطبعا برافو محمد، مفيش ركلة جزاء طبعا، لان اللعيب في وضع الجري الايد لازم تتحرك بالطريقه دي، وهو بيحاول هو يبعد بيحاول يبعد ايده كمان يعني. تمام، فقرار رائع بعد كده. اللعبه الثانيه دي انا عايز اقول برضو هنا، انا جبت ده طبعا هو في العقوبات الاداريه نجح كلها، بس انا عايز اجيب اللعبه دي لان ممكن اي حكم من اسلام الكره خرجت بره الملعب خلاص، وبيعمل ايه الحكم؟ في بعض الحكام يعني الحكم بيدي ظهره. هنا طبعا الخطا اللي عمله حسين الشحات خارج الملعب بعد ما الكره خرجت، في حكم يقول لك الكره خرجت خلاص ويقوم ماشي يدي ظهره وما يديش. انا بحيي النهارده يعني، دي مقاومات حكم رائعه ان هو بياخد باله من كل حاجه، حتى بص التصرف وجد الانذار. انا بحيي محمد عباس على اللعبه دي. هنروح ل في الدقيقه 45 طبعا، مطالبه وليد ازارو. طبعا هنا في تنافس، ولو شفنا وجبنا اللقطه اللي طبعا هنا طبعا محمد لياقته بدنيه عاليه وقريب من كل الالعاب، هنبص نلاقي ما فيش اي حاجه. بس دي يا كابتن ايمن، دي بتشبه لي شويه او بتشبهني شويه بكره ركله الجزاء، انا اسف، الطرد اللي اتطرد فيه ايمن اشرف في مباراه النجم الساحلي. مش انا عارف ان هي في دي في حاجه ودي في حاجه، ولكن انا بتكلم على اللمس بس. بالظبط يعني. طب دي فاول. بالظبط هي نفس اللمسه تقريبا. لا هي دي طبعا اللعبه، بالنسبه للعبه اللي بتاعت ايمن اشرف بتاعت افريقيا، ونرجع للعبه دي بتاعت ايمن اشرف، اللقطات ما ظهرت لناش ان في خطا، لكن هو العموم بالظبط كده يعني، العموم اتحسبت يبقى دي تتحسب. العموم لو خطا، لو كان في خطا هيبقى العقوبه انذار يا كابتن اسلام، لان ما كانش فيه مقاومات الفرصه الواضحه بالنسبه للعبه بتاعت ايمن اشرف. بالنسبه للعبه دي طبعا انا ما فيش اي حاجه تنافس، ولكن الاتحاد الدولي برضو في حته التمثيل والبتاع هو ايه، في هنا التنافس مع بعض يعني، بيقول لحكم ايه، فانا مع مايو ان هو سمح باستمرار اللعب. تمام، هنروح لل اللقطه اللي بعد كده. بعد كده في الدقيقه 50 في تسلل، هنمشي عند المساعد الثاني عمر فتحي، هنرجع تاني بقى لحظه خروج الكره ونوقف. دي لعبه دقيقه جدا، عمر فتحي من المساعدين المتميزين، امشي واول ما ايوه لو لاحظنا هنا هنلاقي في قدم، جزء من القدم بتاع احمد الشيخ تقريبا، في جزء من القدم وليد ازارو، وليد ازارو في جزء من القدم السابق يعني، حاله دقيقه. برافو عمر فتحي يعني. انا ما اقدرش احكم عليها. هي لعبه صعبه، هي لعبه صعبه، بس انا ما اقدرش احكم على فكره. اللعبه دي انا جبتها وقعدت اعيد فيها، فانا همشي مع عمر في القرار ده، لاني انا لما قعدت ابص، لان انت برضو قصه كابتن سامي ان انت تقعد تبص على الحذاء الاثنين وبتاع قصه عبر. لكن انا برضو لما دققت فيها، لما دققت فيها انا همشي مع عمر فتحي في اللعبه ديت يعني. في تمام، هنروح للتسلل في الدقيقه. طبعا انا بقول لعمر لازم يا عمر تركيز، لعبه بتاعه ركله الجزاء طبعا. اهو هنا وقف لي هنا بقى، وقف هنا خلاص، الكره هنا، الكره راح هنا قدام المدافع. بص المدافع ساب الكره وراح فين؟ المدافع راح لوليد ازارو يمنعه، ممكن يروح على الكوره، يروح على الكوره، الكره معاه في عاوزتك، راح وساب، وهي الكره كانت ممكن تبقى، هو كان ممكن يروح للكوره، فراح هو قاصد خلاص، هو العقل الباطن بتاع اللاعب ان هو يروح يعني، مشيها كده تاني، مشيها لنا في الزاويه الثانيه خلاص. بص هو باصص على وليد، هو مش عايز يروح للكوره مع ان الكوره في حوزته يعني. بص الكوره اهي خلاص، انت لو رحت الكوره هتسبق وليد. فطبعا هو راح للجزم مايو بقى. بص التمركز يا كابتن اسلام، بص التمركز للحكم، اداله الفرصه انه يقدر يحسبها بدون تردد. بالظبط
ده حسبها بدون تردد يعني. بالظبط، قرار رائع وركله جزاء. في تسلل بس في الدقيقه 91 هنروح له برضو. اذا ركله جزاء صحيحه اضحى مروان محسن لاعب نادي الاهلي. دي اللعبه دي برضو انا بص الحكم فين، الحكم فين، هنشوف الاعاده هنا. طبعا اللعبه اتقطعت والحكم كان هجمه للنادي الاهلي، هنشوف الاعاده. بص يا كابتن سامي، اتقطعت طبعا هي من نص الملعب فجاه. بص الحكم عمل ايه، بص الحكم قطع سبرنت، هو كان ورا في نص الملعب الثاني. قطع سبرنت لما اللعبه اتقطعت، يعني اتقطعت مفاجاه اللعبه من لاعب النادي الاهلي وعملت الهجمه. بص هو وصل عمل سبرنت خلاص، ده الجون اهو، اللاعب هيخش يشوط الجون. عمل عمل السرعه القصوى، واخد بالك. يمكن بس في لعبه يا جماعه في الدقيقه 91 هي التسلل. هات لنا الدقيقه 91. دي بس انا بقول لعمر، يا عمر دايما تركيزك يبقى لاخر المباراه. هنرجع للعبه دي ثاني، هنرجع للعبه دي ثاني. اقف، ما طلع، بص ما فيش في لاعبين اللي هناك خالص. واللاعب ده اهو كله مغطي، اهو في لاعب كله متغطي. فانا بقول له عمر يعني انت المفروض تركز لغايه اخر المباراه، لان هو التسلل بيجي في لعب. هناخد بس الملخص، هنقول ان مايو طبعا في المباراه ديت هنلخص اللي عمله. طبعا النهارده هو نجح دخل مناطق الجزاء، كان عنده اختبارات، ثلاث اختبارات لعبه حسبها، وفي لعبتين نجح في الثلاث اختبارات. نجح في العقوبات الاداريه يا كابتن اسلام، انا جبت واحده ولكن هو في جميع العقوبات الاداريه نجح فيها. نجح في اللياقه البدنيه والتحرك والتمركز، عنده مقاومات كبيره قوي. يبقى احنا هنا لخصنا المقاومات اللي عنده، ده مشروع حكم هيبقى ليه تواجد كبير في الدوري الممتاز باذن الله في الفتره القادمه يعني، ربنا يوفقه. انا بشكرك، وعايز اشكر برضو شريف التباع مساعد، يمكن ما جبناهوش حاجه لكن ادى شريف من الحكام المساعدين الخبره. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن امل، ولكن خليني اسالك برضو عن مطالب النادي الاهلي في شكواه للفيفا ضد حكام الكاف. اولا التحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من اخطاء تخالف نصوص القانون اثرت في نتيجه مباراه النجم. ثانيا قيام لجنه الحكام بالكاف بتعيين هذا الحكم البتسواني جوشوا بوندو لاداره مباراتين متتاليتين للنادي الاهلي في نفس المسابقه. التحقيق في الإصرار على عرقلة مسيرة فريق النادي الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة، خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك. الحقيقة كابتن إسلام، أنا طبعا المطالب دي مطالب مشروعة جدا، والحقيقة يعني هل يمكن إعادة هذه المباراة، مباراة النجم الساحلي مثلا، في حالة ما إذا تمت النظر في الشكوى، ولا ما أعتقدش يعني أنا ما أعتقدش، ولكن هي الأمور، أنا شايف الأمور المرة دي فعلا لازم يبقى في وقفة كبيرة في الاتحاد الأفريقي. السنة اللي فاتت كابتن إسلام دوري الأبطال باظ، عشان نتكلم نتكلم بصراحة. صح، والتحكيم الأفريقي يعني أنا بصراحة لغز كبير. التحكيم الأفريقي بيتقدم خطوة، يعني يتقدم خطوة ويرجع 10 خطوات الحقيقة. وانا سمعت الكابتن سيد وهو بيتكلم، الحقيقه برضه علامه استفهام كبير. النهارده لو قست اكتر فرق واخده مثلا بطوله افريقيا، هتلاقي النادي الاهلي النهارده انا بشوف فعلا في مباريات بتعين لها حكام كبار. يعني هو الكابتن سيد قال جوميز كان في مباراه الترجي وفي الرجاء والوداد. اذا قلت النجم والاهلي خلاص. الحقيقه انا قبل المباراه ديت، انا قبل المباراه وقبل ما يحصل الاعداد ديت، انا فوجئت بالحكم، لان المباراه كبيره، الاهلي المصري والنجم الساحلي، ده فرقتين كبار، لازم اجيب يعني اكبر حكام. مع اي حكم معرض انه يخطئ، ولكن انا النهارده الحكم خد قرار من بدايه المباراه، هو خلاص قرار غريب جدا. هو تقريبا السبرنت اللي خده كان عايز يخس شويه فاخد السبرنت بدري بالظبط. خلص كمان ايه يعني، خلاص هو خلص الماتش من الدقيقه 13. انت يعني القرار ده، لان انت النهارده بتلعب فرقه، النهارده بتلعب 10 بره ملعبك لمده اكتر من 80 دقيقه كابتن اسلام. فالحقيقه لازم وقفه كبيره في الاتحاد الافريقي مراعاه المباريات الكبيره ديت، وهم لازم يرجعوا يشوفوا نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت، ولازم الامور يبقى فيها اهتمام اكتر من كده يعني. اذا مطالب عادله. طبعا مطالب مشروعه، لان الامور الحقيقه الامور في افريقيا نفسنا، لان انت عارف دوري الابطال بقى وافريقيا بقى فيها كوره وبقى فيها لاعبين. بس يا كابتن ما ينفعش ان انت في ظل انديه كبيره جدا، مش النادي الاهلي وغيره وغيره وغيره، أندية كبيرة جدا في أفريقيا بتدفع ملايين الفلوس علشان تجيب تستقدم لاعبين وتستقدم مدربين عشان تقدر تكسب هذه البطولة، عشان تروح كأس العالم للأندية، عشان يظهر الوجه الحقيقي للقارة الأفريقية من خلال كأس العالم. انت لو عنده وتبوس كده بالظبط. انت بقى لو عندك، انت لو عندك اتحاد أفريقي، انا شايف بقى يعني انت عايز تنجح مسابقتك زي ما حضرتك بتقول يا كابتن سام، والقصة واللاعبين وكان عايز تنجح مسابقتك بقى، والله لو انت زنقت في مباراة كبيرة، استعين من الاتحاد الأوروبي. ما الاتحادات بتتعاون مع بعضها. لو انت عندك مباراه وانت ما عندكش الحكم المناسب، ما ممكن تستعين، يعني الاتحادات كلها بتتواصل مع بعض، يجوز ان انت ممكن تستعين بينهم وهم مش هيرفضوا اكيد يعني. ممكن تستعين لو انت في مباراه مش لاقي لها حكم على قد المباراه،
ولكن حاجه غريبه، حكم يحكم مباراه الفرقتين ورا بعض، ماتشين ورا بعض، برضو دي غريبه جدا. يعني بصراحه في حاجات بتحصل في التعيينات في التحكيم الافريقي غريبه جدا. يعني قرار اللي اتخذ في مباراه الاهلي ده قرار سهل جدا. لا هو غريبه من ناحيه قانونيه ولا اداريا طبعا يا كابتن اسلام، اداريا غريبه جدا. وبعدين يعني انت قرار الحكم اللي خده ده قرار الدنيا مش صعبه، يعني الفرصه الواضحه واضحه ليها اعتبارات ولا ليها اعتبارات. اذا فقدت اعتبار من الاعتبارات خلاص انت خلاص انت كحكم دولي، يعني الحاجات دي كلها معاك والدنيا، يعني انت حافظ الكلام. مش بقول انت قرار مثلا قرار صعب، ده مش قرار صعب، لان انت دي فرصه واضحه معروف 1 2 3 4 عندك شرط مش موجود خالص. فانت ازاي النهارده الكره لسه في السماء وهو اللي بيحصل عندك حاجه تانية. عندك حاجه يعني الامور بالنسبه لك، قصدي اقول لك يا ابن زلمه الحكم سهله، فكونك انت انا ما لعبه صعبه بنقف مع الحكم بنقول اللعبه كانت صعبه، لكن انت قدامك لعبه سهله وفي نص القانون بالعكس دي تعليك بالظبط. لا ولا ولعبه سهله وبعدين بتاخد قرار خطا، لا ده علامات استفهام كبيره يعني. تمام. ولازم فعلا الفتره الجايه يبقى في وقفه يعني مهمه جدا. وقفه مهمه جدا، وانا يعني كنت متخيل ان يبقى في وقفه بعد نهايه دوري الابطال السنه اللي فاتت، جت بطوله افريقيا لكن من الواضح ان مش كويس، لكن لازم يبقى في وقفه كبيره يعني. عموما بكره ان شاء الله في ملعب الاهلي هيكون معايا ليا مع حضراتكم حديث طويل فيما يخص هذه الامور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ايمن لوجودك معانا النهارده، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. بكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10. ما تنسوش احنا بقينا الساعه 10 بالليل كل يوم حد واربع، الساعه 10 بالليل بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في ملعب الاهلي. ملعب الاهلي بكره هنتكلم في حاجات هامه جدا تخص موضوع شكوى النادي الاهلي او مطالب الاهلي في شكوى للفيفا ضد حكام الكاف. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم غدا في تمام الساعه 10 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.